بختي بس بلس احنا مش عايشين في النظام ده، احنا عايشين في نظام ايه؟ اول حاجه مثلا على الموبايل دي تقولي عشان المرحلات الالكترونيه، في ناس بتعمل عليها زي حاجه اسمها ما تكوش تليفون ولا ما تتكلموش مع حد، ما فيش حد المفروض تتكلم معاه. استاذي اللي بحترمه قال لي